بلوكاج محتمل يواجه أخ نوش بعد هذه المستجدات. يستعد عزيز أخ نوش للكشف عن ملامح حكومته بعد أن كلفه الملك بتشكيلها عقب فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمركز الأول في انتخابات 2021. وكشفت تصريحات زعماء الأحزاب الثلاثة المتصدرة للانتخابات تركيبة الحكومة المقبلة، إضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي عبر عن استعداده لدخول الحكومة بعد بلاغ مجلسه الوطني، مما يعني أن الائتلاف الحكومي قد يتوسع ليشمل أحزاب أخرى غير الثلاثي المذكور، بإضافة حزب آخر كحزب الوردة الذي عبر عن استعداده لدخول التشكيلة المرتقبة. ومن هذا المنطق يرتقب أن يشتد الصراع على المناصب الوزارية بين الأحزاب المذكورة، خاصة أن برامج الأحزاب متقاربة. فهل ستواجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش عراقيل في توزيع الحقائب الوزارية؟ محمد بن عمار الباحث في العلوم السياسية وفق الأيام 24 أن ملامح الحكومة بدأت تتضح بعد إعراب المجالس الوطنية للأحزاب عن رغبتها في المشاركة في الحكومة، مبرزا أن أخ نوش لن يجد صعوبة في تشكيل أغلبيته بعد سلسلة المشاورات التي يقودها. لكن يضيف المتحدث الصراع حول الحقائب الوزارية قد يشكل عائقا كبيرا لأخ نوش قبل الإعلان عن تشكيلته الحكومية. ووضح ابن عمر في حديثه للموقع أن الخلافات ستتأجج خاصة بين حزب الأصل والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي من جهة في حالة دخوله للحكومة، وأيضا الأصل والمعاصرة والاستقلال من جهة أخرى حول المناصب الوزارية. أما بخصوص الأحرار فلن يكون خلاف بخصوص الوزارات التي سيتقلدونها كونه الحزب الأول في الانتخابات.